كون سياسرا لوسو أغاسيمي إسلاماركانا إكاسو غيب غالين وحا قرد علماء الدين حوان إيو حلبانا كترسان دولاد غوبلاتك وكوفر غالبات سوماليا أيا وحا ومانتا كدع أي مغالة بيدابو كولون كاسي أيا وحا مشارح نمديسو كسور بانديجي قدوم يوكو حيجينك غولها بدبادادا أهنا مشارح أتاغن حلكا مدحوينها دولاد غوبلاتك وكوفر غالبات سوماليا آدان محمد نور آدان سورن سور كولونكا أيا وغرنتي وحا غوبتا كحالي قدوم يوكو حيجينك غولها بدبادادا أهنا مشارح أتاغن حلكا مدحوينها دولاد غوبلاتك كوفر قلبي صوماليا آذان محمد نور آذان سورن سور مغالوين كي أوشان هيرن قبل الذي أولن يسك صودان دموين كي أوشان هيرن نباتو كجرت كتب متيان أرغي نباتو كجرت شغل آنت كجرت كوفر قلبي ذات كي والحبان الذي أوبنا مدير بيان فرديان بلاني مغل ان يسك جران والقبلت لا تسعو حكومت أو حتى جاتو انقوارنني يا وليس أني إن فهمتي دكاس إن شغل إن أبور اللي بعد هذا شنب تلله واحد بقير قال حفلته يو أنت هم بتيروا أيتي واحد اللي بعد هذا كونفوك قال بل إيه ولي شغلنا ولي شغل فهمتي أنت أنا أرتاسي ديارنا ها أنت هيجنا إن شاء الله أنت تمتوا لما هينا كونفوك قال بل شعبك أو كونفوك قال بل أو إسبيتر دونك إيه ولي بقعد سنين waxa sidoo kale goobta hadalka ka jeediyay qaar ka mid ah xildhibaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo aad u soo dhaweeyay inuu isku soo taago Aadan Maxamed Nuur Aadan Soonsoor xilka madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya أنا أبوبين أبي سيدنا لكرم مريعة كنفات ونهات من معركة وليدي كنت ميسيني فيضا الناس كاللهي تيني سيبك لي إلا الروح لي كتبه maalintii shalay ayay ahayd maray isugu yimaadeen golaha badbaadada ay shaaciyeen inuu isku soo sharaxi doono golaha badbaadada koonfur galbeed xilka madaxweynaha koonfur galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor isla markaana dhamaan golaha badbaadada ay isku afgarteen in ay garab buuxin doonaan sidii ugu soo baxi lahaa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la filayo inuu doorashadiisa ka dhacdo 17ka bisha 11aad sanadka 2018 Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo.